بالنسبة للشركة اللي عم بتقول إنك أنت صاحب الشركة اللي هي بتملك هذه المواد، نعم صحيح، بداية ليش هيدي المواد موجودة داخل هذه السيارة بالذات، وليش هالسيارة مركونة بهذا المكان وفي هذا الوقت من الليل؟ السيارة هي مع شخص موظف بالشركة اسمه محمد غلاييني، هو للأسف الشديد كان مفروض يرجع البضاعة على الشركة، بس بيظهر تأخر عن موعد تسكير الشركة، فراح توجه للشركة باحتفال عيد رأس السنة الهجرية ونسى البضاعة موجودة بالسيارة، وهذا أنا بعتبره إهمال من الموظف، وبعتذر من كل الأجهزة الأمنية ومن المواطنين أنه تسبب لهم بهالهلع هيدا. بس أنا اللي بأكد 100% أنه البضاعة اللي موجودة غير قابلة للاشتعال كلياً تحت تحمل المسؤولية، يعني بضاعة معمولة من مواد طبيعية وأعشاب وعطر، هيدي نحن منبيعها لقوى الأمن الداخلي ومنبيعها لكل المراجع المعنية بلبنان لتنظيف أجهزة الكمبيوتر. ولكن الأجهزة المراقبة والأجهزة الإلكترونية بموكب الوزير رصدت أنها قابلة للاشتعال، هذه المواد أنت تقول أنها غير قابلة للاشتعال، بتحمل كل المسؤولية، أنا يفحص ألف خبير بتحمل كل المسؤولية وأنا عن كلامي. شو اسم الشركة اللي حضرتك بتملكها؟ شركة أم جي جروب انترناشونال، والبضاعة اسمها إيفرنت سوبيريور. شركة أم جي جروب انترناشونال. أعود إلى سؤالك، نعم. محمد غلاييني سائق السيارة، نعم. وينه هلأ؟ والله عم حاول اتصل فيه مش عمال يجاوب على التليفون، بس هو كان عم يشارك بالاحتفال، أكيد لما نشوف هالمشهد هيدا بكون يعني ارتبك وترك الموقع تبع السيارة. هو قريب لإلك، يعني أنت جمال غلاييني وهو محمد غلاييني، هل يمت بصلة قرابة لحضرتك؟ أخوي هو. أخوك؟ نعم. طيب فإذا كمان نفس الشيء، يعني كانوا عم بحاولوا يتصلوا برقم التليفون الموجود مثل ما قالنا باسل العريض، وكان الرقم مقفل لأنه الشخص يلي مسجل السيارة باسمه موجود بمصر خارج التغطية. يعني السيارة هي ملك مين فإذا؟ ملك الشركة عنا نحن، بس نحن وقت اللي عملنا عملية التسجيل سجلناها باسم شركة ملقا ماج يلي بيملكها أخوي ربيع غلاييني. يعني هي السيارة مسجلة باسم شركة ملقا ماج. نعم شركة ماج. نعم باسم شركة ماج اللي بيملكها ربيع غلاييني. صحيح. والشخص يلي عم بتقول هلا موجود بمصر، نعم، يلي رقم تليفونه موجود على على اسم السيارة، شو اسمه؟ ربيع غلاييني. هو ربيع غلاييني شقيقك. نعم. طيب إذا فينا نعتبر إنه هيدي السيارة كانت رح تترك مركونة بهذا المكان طوال الليل؟ لا 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 لا، هو لما نخلص الاحتفال بالمسجد طلع لبرا ليأخذ السيارة، لا الأجهزة الأمنية عم بتكسر السيارة، فهو أكيد أصاب الزعر وترك المكان. ايوه وهلا وين هو؟ عم بقول لك عم بحاول اتصل فيه ما عم بلاقيه. وكيف عرفت انه اصاب الذعر وترك المكان؟ شيء طبيعي من البديهي. لا انت عم تتوقع هيك، ما قدرت تتواصل معه. لا صحيح، ما قدرت اتواصل معه. يعني انت عم تفترض انه طلع من مكان الاحتفال وشاف القوى الامنيه قامر تعب وسلم، هو كان يقرب على السياره بكل ادب ويعتذر من القوى الامنيه ويبرر انه والله انا صفيت على شارك بالاحتفال مثل ما غيري صفف السيارات، وانتوا اشترحتوا بشيء غير صحيح، وكان لازم قبل ما يكسر السياره او انه عم يكسر السياره ياكد لهم انه البضاعه يلي بقلبها هي غير قابله للانفجار وغير قابله للاشتعال، وانه هي مواد تنظيف معموله من مواد طبيعيه. طيب بما انه شقيقك محمد غلاييني، اذا كان رقم تليفونه هلا مسكر؟ لا محمد غلاييني يفترض انه مش مسكر تليفونه، بس مش عمال يرد على التليفون. تليفونه مفتوح بس مش عم برد عليه. نعم. أوكي. طيب بما أنه هو شقيقك، ما في وسيلة تانية للاتصال فيه؟ بلا أكيد. جربت؟ لا بعد ما جربت حقيقة، لأنه أو بيته مثلا. أنا كنت عم سارع لحتى أتصل بالجديد لحتى أكد أنه البضاعة خالي من أي متفجرات وخالي من أي مواد قابلة للاشتعال، على القليل لحتى خلي الناس اللي عمال تشاهد هالشيء هيدا أنه تطمن على البضاعة اللي موجودة. نعم شكراً لك جمال غلاييني على هذا الاتصال. بعتذر مرة تانية، بكرر اعتذاري لكل القوى الأمنية يلي سببنا لها الإرباك هيدا، ما كان لازم يصير. شكراً لك. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كان كل شيء حوالي
الربع ساعة ونوافيكم بنشرة أخبار 11:30، فكونوا معنا.